ارحبوا ارحبوا هذا سكري عطه على جوه واللي تبي سوه القوه القوه سكريبت من قده يدي على يدك واقول من قدك تسربنا مجدك سكريبت من قده سكريبت من قده ارحبوا ارحبوا هذا سكري ارحبوا الأول نجيبه سكريبت من قده. الشباب الحب البقع احبوا هلا وسهلا حسبك في يوم تيتر الله حيه الله حيه مرحبا كيف حالكم طيبين اموركم زين ما شاء الله عليكم يلا حيه طيبين الحب هلا وسهلا هلا حيه عيفان بن سوي مرحبا والله انا هالساعه المبروكه يلا حيهم طيبين اموركم زينه منصور ارحب منصور يلا حيهم طيبين اموركم زينه بشرون عنكم ارحب يا خالد الروقي ارحب يا حي ارحب ونعم يلا حيهم طيبين اموركم زينه بشرون عنكم طيبين شلون طيبين اموركم زينه سلامه اليوم مجهز لكم شغل الله اكبر الله اكبر وجودك الحاله اكبر يا ولد شغل بالله بسم الله كيف والله فنان سوي زي كذا سوي زي كذا سوي زي كذا بالله تعرف الله الله عيد الله عيد الله ما شاء الله ما شاء الله شوف شوف الحركة طيب شوف الحركة الله الله عيد 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 حركة عيد عيد أشوف الرأي الرأي لا تستعجل لا تستعجل لا الله الله عليك يا شيخ فنان تعالوا يا الربع فنان اليوم حلقتنا بإذن الله أرحب يا سلطان هذا سلطان أرحب سلطان اسمي ونعم نجم اسكريب ما يحتاج نار على العلم اللامع لقبه اللامع قوي جدا اللامع منشد اهلا باللامع جميل يلا حي في الطقم اضحك يلا حي طيبين اموركم زينه عافية عنكم اقربوا شوي اليوم حلقتنا يا الربع عن الخيل خيل اي كاميرا هذه حلو اليوم حلقتنا تمام انا الخيل انا الخيل بخيل يكون خيال ها شربي وانا اخو والله بالعين خيال حي والله خل عيال كم عزوز اليوم اليوم ما شاء الله عليه جايب لكم اليوم ضيفين واو نعم وفريس ومرحبا مرحبا ولهم بطولاتهم ولهم دنياهم وبنسالهم وبنعطي وناخذ الامور كل ابوها بنطلع من هنا اللي مو فاهم من الخيل بيطلع فاهم مضبوط حلو نرحب بضيوفنا السبيكرات شغاله كل شيء اوكي نرحب بضيوفنا فارس البقمي وسعد البقمي مرحبا مرحبا حياكم الله هلا وسهلا مرحبا وسهلا هلا يلا حيوا السلام عليكم مرحبا وسهلا ما شاء الله ما شاء الله يلا حيهم الله يبجيك ويسلمك السلام عليكم هلا عليك السلام كيف الحال يا هلا يا هلا ارحب طيبين اموركم زينه عزم شلون عنكم طيب عزم الله يحييك كيف الحال كيف الحال حي مرحبا الله يبقيكم طيب كيف الحال الله يعطيك العافيه مرحبا حالكم يا الربع شلونك كيف الحال الله يحييكم شلون عنكم زينه بشلون عايدين يلا حيهم الله يبارك فيهم ساعه المبروك الله يبارك فيك والله اني صادق الله يبارك فيك الله يبارك فيك انا علمت الربع اليوم حلقتنا عن الخيل وعن الامور تاخذون من الاسئله وبناخذ ونعطي حلو وبتوزعون نقاط مالكم شغل اوكي حلو طيب توكلنا على الله توكلنا على الله بسم الله الحين انا بلشت بهذا وانا اقرا هذا هاي وانا اقرا ضربت ضربت يلا توكلنا على الله عدوا عدوا في واحد يمسك شوف الربع هنا اخي عطل ابو فكري Thank you.
الله يبقيكم ويسلمكم ويعافيكم. طيبين بخير يا مرحبا، شلون عنكم؟ الحمد لله ونشكر. هذه والله الساعه المبروكه. الله يبارك في ايامك. طيب عمرك. اول شيء انتو سامي استريحوا يا ربع. سلمت. نرحب بمشاهدينا الكرام. مرحبا ومسهلا في فقرة جمعتنا، أخوكم عامر بن منير. كل يوم جمعة عصرية إن شاء الله. اليوم كاميرتي هذه أوكي. اليوم أنا ماني متعود أطالع بالكاميرا يا شريف. اليوم حلقتنا بإذن الله عن أمور الخيل والدعوة كل أبوها. ونذكر المشاهدين الكرام 600 نقطة سحب من التاج، 400 سحب من التاج، 200 على أكثر تفاعل الحلقة. استريحوا يا ربع استريحوا. والأسامي اللي بيقوم عليها السحب اللي متواجدين معنا في الحلقة. حلوين؟ حلوين. بس بس. مرحبا يا أبو سام. الله يبقيك ويطول عمرك. طيب أمورك زينة؟ بشرنا. طيب بشرك. هذه والله الساعة المبروكة. الله يبارك في أيامك. إي بالله محلك وبين إخوانك. نتشرف بكم ونتشرف بالكيان العظيم ونتشرف بكون أخوك. يعني والله الداك. والله يوفقنا وياك إن شاء الله. يعني الداك. الحين أبو منير. يلا حيا. اليوم ما في توتر ولا أمور زينة. ما في ولا توتر ولا قهر الله. بس بيض الله وجهك، بيض الله وجهك. الربع عفان الهاجري، نعم. خالد الروقي، نعم. سلطان اسمي، نعم. عبد العزيز الاسلمي، نواف بن منصور، ونعم. اخوانكم. بس انا بننشد الربع. يا الربع في احد له في الخيل؟ ما لنا في الخيل لكن نحب الخيل. بس نستفيد من الربع ذول اليوم، ناخذ معلومات منهم وناخذ نسعد. هذا والله الامر ابشر بالمعلومات والامور اللي اسر. يا سلام. خالد. لا والله ماني في الخيل مره، بس بنستفيد ان شاء الله من الرجال ان شاء الله. سلطان. لا والله ماني. عبد العزيز. فكر ابو موصل. لا 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 فكر. لا والله استرح ابو موصل هالمره. استرح بيض الله وجهك. بيض الله وجهك. نواف. انا والله لنا في الخيل. لي في الخيل ولا هو واجد. ما شاء الله. ونحب الخيل. ما شاء الله. ان شاء الله اليوم نتعلم منهم اكثر ان شاء الله. الربع اللي معنا اليوم. نتعلم منكم. الربع اللي معنا اليوم في الريس. ولهم في الخيل ما شاء الله تبارك الله. ومن جماعة واحد نحبه جدا. وليد بن ناصر. نعم نعم. يستاهل ابو ناصر. يوم قلت نحبه جدا بغيت اقول وليد قبل لا تقول له. يستاهل ابو ناصر يستاهل. يا ربع نبلش في الاسئله؟ نبلش بسم الله. اللي جاوب نذكر اللي جاوب احتزموا. والله نعم احتزموا. نذكر المشاهدين الكرام تاج سكريبت 71 ما خطني. اي 71 الله 71. هو يوم يقول نحب الخيل وما هي تراها سبحان الله العظيم ما شو انا في العربي العربي يحب الخيل مره سبحان الله الخيل العربيه تراها غير الانجليزي والدماء الثانيه ترى ما تنجذب واجد اي هذه عربيه كروش كروش ولا صوتي لا لا هذه شعبيه 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 لكن مواصفات عربيه نستدل بها بشكلها بحركتها يا سلام إيه؟ يا سلام تاج سكريبت 71 نتجه باول سؤال وش يكتبون ها ايش يكتبون بالتاج يكتبون سؤال عبد العزيز الاسلم صح اللي الموجودين اي عبد العزيز عليه خصم يعني عادي ترى يقدرون يكتبون عامر اي بس ونقاط ارجع لي ووزعها يا سلام صح ابو سف سمي ابو السؤال اللي نبدا به في البدايه كم لك في مجال الخيل تقريبا 12 13 سنه من 32 33 تقريبا ما شاء الله تبارك الله لك 12 13 سنه تقريبا طيب ابو منيح كم لك في مجال الخيل؟ يمكن 3 سنوات. ما شاء الله. 3 سنوات وكسبت خبرة. 3 سنوات مع ناس ذو خبرة. ما شاء الله تبارك الله. أبو سافر. وليد. تعلم من بعضنا. حنا ترى ما نفقه اللي يقول فقه يا أبو. حنا ترى شفت مجال الخيل. تراه متعب. واللي يقول كان اللي لا باقي سبحان الله هذه يا أخي الخيل دي عالم غريب. كل يوم تكتشف فيه حاجة. مهما تعلم. أنا بالنسبة هذي خيال قديم. يا سلام. إيه. ايوه صح لا قال لا ما اقول شيء انا شايفه دايما من هنا برمح وخيل اصلا انا ترى رديت الرمح وقلت يا ولد تروح للعيال والربع لا ما من البيت على سياره ترى ترى الناس من القديه على الخيل شوف والله الناس طار لبيك انا ترى نزل اربيز ها ايه بس باذن الله بذكر يا الربع كلكم نعم الشاعر هنا عيفان العيفان صح طيب عيفان انا بتحداك تحدي قدام الرب سم الله حدوك انا 10 دقائق وبرجع لك ابي لي بيتين ارتجاليه في الخيل على خشم عليه الشحم بيض الله وجهك بيض الله وجهك والربع اللي موجود نبا او قبل الاسئله وقبل كل شيء
نبي نستلم من كل واحد مشاركه. يا سلام خلنا ننطرب ونسمع نزحم عفان. اي سم اعود اروح لهم وعود خبس خالد اسلم شارك سواء انشاد قصيد اللي يطلع اي شيء يطلع منك لهم انا بقول سالفه الخيل اسلم ها عطنا سلام. انا اي والله كسرت رجلي منه وعقبها معاد طاب الخاطر معاد صرت ادني راح الاسطبل واحده من العيال قال الخيل 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 قال بن يعني نمسك الخيل ونروح نتمشى ابوك يا سلام وين تركب؟ قلت ايه قلت خلي لا والخيل اللي جيته حاره مره وصار يسار فكوك ايه انكسرت رجلي لا اليوم ما عليك رجلي انا ترى بدايات انكسرت يدي يقول انكسرت يدي خليتها اذا انكسرت رجلي يدك ولا شيء تزود تحب زياده انا والله تعلقت فيها زياده هذا اللي سمعته إيه. هي بداياتي ترى بدايات يمكن اول اسبوعين يعني لو انا غيري خلاص ما هذا النبي اخ أي سبحان الله العظيم الجراءه والبيئه بعد ترى الديره عندنا إيه. بعد اجواء ثانيه اخواني ها يلا 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 ومشت الامور ابشر على انه كم طيب هل الخيل مثل البل تولع في صاحبها و... نعم تعلق وتميزك من بينهم تميزك تميزك نعم في فرس عندي في الاسطبل لا دخلت تميزتني مره تميزني والصوت على طول تدري انها انا سبحان الله العظيم بس انها ليش تحبك بسبب ترى يعني تعطيها سكر يا يعني بينك وبينها شيء رابط يعني مو على طول تشبك معك كذا خلاص لا بعد عشرة بعد ما تاخذ معك وتعلق صح ايه نفس هول وهي اشوف انها ولعها تقريبا نفس البل هم مختلفين حق البل واهل الخيل ايه احنا بينهم ناقش دائما الحب الاكثر هو حق اهل البل وهو حق الخيل انا اشوف انها للبل اتوقع البل بعد ولع الصدق ما انها اثنتين متساويه حبهم هي عز الله راعي الخيل يتولع ترى الخيل يتولع راعي الخيل لا مرضت فرسه ولا مرض حصانه ترى ما يركض والله ما نمرح والله ما يمرح لا مرض حصانه ايش ما يمرح ما يعني بيرقد وهي تعبانه ولا ما يركض انا عندي فرس مسامرها ليلتين انا تدعي له الصبح ونوصيها الخيل عز الله انا مسامرها ليلتين انا وسعود حباب اللي تابع وليد صاحب اللي دائم وياه سعود مسامرها ليلتين عشان مغص عشان حصر والمغص الحصر ده اشنع ما يكون على الخيل يا انها تسلم ولا انها عاد يبي لها عاد ان كان الله انجاها بعد غسيل معده ولا بعد عمليه وبعضهم العمليه غاليه بعضهم ما يقدر في خساره خير وهي عاد تسوى طيب نبي نكمل من عند سطا الرابع غير انهم في الريس ترى يحبون القصيد يحبون يسمعون يحبون الانشاد يحبون يشدون يشدون اللي يبون اسلام اولا مرحبا بكم الله يجزيك شرفتونا الله يشرف مقدارك انتوا السامعين على ما قال ابو منير ما يجيب الا الطيبين اللي مثلكم الله يرحمه عليك زود خسرت بعض المصالح من سبايا بعنادي لموني الناس كني مرتكب لي جريمه احدن على حسن ظني قول وين انت غادي واحد لقاها وسيله للحكي والنميمه للحكي والنميمه سلامتكم صوت ساحر سلمت سلمت يا اخوك الممتع سلطان اللي فتره هذا ابي اكلمه بخصوص شاره للفقره وكل فتره اتكاسل بنت وسط لك تبع والله يشري يشري والله لا يهينك بيض وجهك عبد العزيز اسلمي اللي ما شاء الله تبارك الله اليوم صاحي الصبح طاقه هو يا اليوم كله ما شاء الله ما شاء الله اول فقره حضاريه ما شاء الله ما شاء الله لا ثاني فقره اسمح لي لا تتقطع بس انا استفناس المهم عطنا يا عبد العزيز وش قصيد انشاد اي شيء يلا صوت صوت لا انشاد والله ما اقدر اذا حضر الماء ما ادري شلون يقول بطاطا تيمم صح الله عليك عطنا عطنا قبل شيء تغني عشان ما يحرق موضوع سلطان يقول في بيات والله طويله لكنها حلوه اسموح مو حيل طويل يقول البايت عندك شلون ضيعت اصبر اصبر شوي لا تت يلا ها انت لا تحرب اصبر خذ راحتك توتر يقول شلون عبد الله صار ضيعت بطلع البيت اصبر خلني اتذكر بيجي معلم دي اصبر يقول في كل خطوه خير خطوه تباشير طيب سلام يا رب تجعل كل خير بسمانا يا رب تجعلنا مفاتيح للخير واستر بسترك يا إلهي خطانا لولا يقين الآدم لولا يقين الآدم بالتيسير تنشق في وسط مطنة رمانا يا ما ضحكنا والليالي معاسير من خوف ما تضحك علينا إعدانا واللي نوى بالشر للناس شرير والشر ما له نسمة في هوانا واللي يسولف بالقفا
دايم صغير هرجل قفار ما هو على مستوانا دون اخويانا ما تفيد المعاذير حنا اخويانا في ظهور اخويانا اذا تركنا ظهورهم للمناشير خلنا رجولتنا وخلنا وفانا يا رب نبغى رضاك ورضاك لا غير ورضاك هو اكبر سبب في رضانا. الله يبارك فيك. سلام حماس الحماس اليوم واضح. والله عاد شوي يعني اسمع الله يطول عمرك يا حبيبي. ما يصير ثلاثه منشدين وشاعر هذا غلط الفريق ناقص. ما عليك المبدع نواف بن منصور. مرحبا ومسهلا حياكم الله. الله يبيك. والله يحييكم تحايا المطر. الله يجزيك ويسلمك. وابو منير غالي وانتم غاليين. مرحبا بكم ومسهلا. ما قدرك. يقول مع انتم انا قايم من النوم لكن متحمل. لابد هي حالاتها. حلو حلو. الريق. انت شافك جنبي. ايه يا عنود الجوازي يا موج المهار غبتي من ظروفه رجعتي من غراء جيت لك والمشاعر ما عليها غبار يا كريم الضيافة وين كلمة لا لا تلفات يمين ولا تلفات يسار المشاكل عليها الوقت شرب وكلا أنت لا لك شبيه ولا عليك اختيار أنت ذوق وفخامة أنت ملح وحلا صوتك يا ابو منصور يطول عمرك. طيب بنوجه سؤال ابو سافر حياك الله. السؤال اللي انا في خاطري اساله والله من زمان. الخيل لها الوان متعدده كثير. اي نعم. تقدر تعطينا فيه الوان اساسيه اللي هي الاحمر والاشقر نفس الفرس يقول شوي شقره حلو او صافيه تجي الصبحه زي اللي فيها صبحه لكن الالوان الاساسيه عندك احمر شقره أشعل أصفر أدهم ما في اختلاف خمسة ألوان رئيسية كل لون يتفرع إيه في أحمر اللي هو أحمر كميت يعني لونها أحمر جسمه كامل أحمر الشعر أسود حلو يتفرع كل لون يتفرع وكميت بعد يميل للأدهم يعني حتى اللون الأحمر ما هو بأحمر أحمر فيه دهامة شوي يعني سواد شوي في فرق بين اللون ذا واللون ذا ولا كلبها بس كذا كلون لا قصدك حركة كشيء إيه؟ موصل لا نفسه نفس الله منها ألوان بس حلو معلومة كويسة. إيه؟ أبو منيف الفرق بين الخيل الواهو والخيل الشعبية فرق بسيط وش الواهو بشكل عام مسجل أبوه مسجل أمه معرب يعني بشكل عام اللي نعرفه المعتمد عليه إنه معرب من أب من أم ومن أب ومن جد ومسجل في مركز الملك عبد العزيز هذا هو الواهو حلو. الشعبي مجهول الأصل يعني أم لهم مسجلة أبو لهم مسجل ما ينعرف من أب من أبوه من أم يعني كلها وأكثر ما يأخذ الشعبي اللي هو الركوع أي شخص يطرب رأسه ركوع يأخذ الشعبي يعني أفضل كركوع كقيمة بعد كقيمة أفضل كقيمة أرخص من الواه هو أفضل شيء كقيمة لا الواه كقيمة سوقية كأصالة كدم وثابت أكيد الواه بس الشعبي ليش هو صار اسمه شعبي لأنه أكثره مع الشعب صار اسمه شعبي فهمتني او لو انا مالك يمكن يعرف امه ابوه فهمتني بس لجي تبع عرضه ما ادري اي الشخص اللي ذا ما ادري وشو بس صار اسمه شعبي واضح انه يعني مجهول الاب لهم بس عند مالك الاساسي ممكن انه مربي فهمت زي انا مربي اعرف ابوها واعرف امها عندي لهم ولب منتج منه عرفت بس يعتبر شعبي عشان الناس تدري انه شعبي هذا سياقه كذا بس في خيول شعبيه يعني قويه ايه انها تختلف من دم بعضها شعبي لكنه مواصفاته وحركته عربي شو ما تفرق بينه حتى كجمال بعد في شعبيات وصلت مرحله جمال جميله بها وهي شعبيه مجهوله مبالغ خياليه في بس الفرق معك في الشعبي في يعني يختلف الكلاس كاس عاصقيه يختلف يعني حق الركوب في شيء متميز في الركوب فيكون عليه طلب فهمت حلو. يعني زي حصان مشهور معروف عند سعد هذا يبغى هذا وصار بيصل له قيمه سوقيه اعلى هو شعبي لكنه حق ايش حق ركوب صح فهمت قصدي فوائده كركوب يا سلام لكن الواهو يجي ما هو انه ما هو الواهو ما هو حق ركوب لا حق ركوب
لكن أكثرية اللي موجودة مع الناس الشعب. عشان كذا احنا نقول أرخص سوقيا لأنه كثير أكثر عدد، فهمتني؟ صح. هذا هو. طيب السلالات الموجودة للخيل العربية في المملكة هنا اللي موجودة، خل اللي برا المملكة، اللي في السعودية هنا موجودة كسلالات الجزيرة العربية بشكل عام. في الجزيرة العربية في شيء جزيري اللي هو بلد المنشأ هنا، جزيري بلد المنشأ المملكة العربية السعودية، هذا واضح انه هنا. لكن قصدك موجودة في السوق مع الناس كثيرة، فيها المكس، مكس الجمال. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يلا حي. ثاني ما أقول لك السلالات اللي هنا موجودة كثيرة، فيها المصري، فيها المكس اللي هو خليط ما بين مصري بولندي، في بولندي بولش جمال، فيها جزيري بيور، في مصري بيور، يختلف، فيها أكثر من خط، فيها السرعة بعد فرنسي، هذه سرعة يعني تميزت بالسرعة أكثر شيء في السباقات. طيب نسمع دائم ونسمع أكيد أنكم قد سمعتوه أن الخيل، كل ما قابلت لي واحد الرأي خيل وقعدت تناقش مع الموضوع ده قال لي الخيل له فوائد، الخيل له فوائد عليك، الخيل له الخيل. هل تذكر لي فوائد كثير بغيتها لنا حنا يا الشباب ذولي؟ صحيا لياقة ترى يعتبر من الرياضات اللي توب مرة يعني. ولو بنستشهد بعد فيه في الأثر أو وصوا عيالكم فيش الرماية وركوب الش اسمه الرماية والسباحة وركوب الخيل، عرفت؟ فهي تعتبر الرياضات اللي تراها يعني حتى عقليا كتركيز تنفعك، تقوي الصغير ترى تقوي شخصيته، حتى الكبير بعد تنفع ترى، لان هي يصير مركز وماخذ تركيزه كامل تنفع ترى. يا اخي باختصار ركوبها عز وبطونها كنز. يا سلام، هذه قالوها. نعم موجود. طيب يا طبعا انا عندي للامانه عندي اسئله هنا لكني بقفل الجوال. انا بي اللي يطيع لك عطني اللي عندك سواء ابو سمر ولا ابو سم. مواصفات جمال الخيل العربي وش هي؟ كيف تجي من الخشم ولا من الجسم كامل ولا وش هو؟ كاركتر كامل، عرفت؟ طيب نعومه الراس، ما هو بالفناس عادي، كل له ذوقه ترى، كل له ذوقه تفاصيل كبيره بشكل عام. ايه لكن نعومه الراس مطلع الرقبه الحلو اللي تشوفه يعني طلوعه كويس، الظهر القصير، ارتفاع اكيد بعد له دور، منبت الذيل اللي هو الذيل من وين طالع، من تحت فوق، له مستوى على مستوى الظهر، كله ميزه بعد يختلف. في مسابقات جمال موجوده ولها درجات ولها جوائز ولها دعم قوي بعد. انا بستاذنكم وبسال ابو مني سم. رياضات الخيل وش تبي من الرياضه؟ تبي سرعه موجوده ونتابعها كلنا؟ نعم انا اشوفها دائما. تبي قدره وتحمل موجوده، يمشون على المسافات وجوائزها بعد طيبه بعد، جوائز قيمه، قفز الحواجز بعد، قفز نعم. الحواجز، الاوتاد، الرمايه بالقوس فوق الخيل، كلها تشعب. بس اللي 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 متعارف عليها اللي هي السرعه. طيب جاني وفيه مجال ثاني بعيد. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يبقيك ويطول عمرك الحبيب. الله نسيت بالنور والسرور. مرحبا، ايش حالك؟ عساك طيب. هلا وسهلا. يلا حي. طيبين امورك يعني؟ شنو عنك؟ يلا حي. حياك الله. طيبين. طيب كيف الحال؟ ايش حالك؟ شنو عنك؟ من النور الصوت. عساك طيب. امورك زانه؟ بخير يا مرحبا. خير ابشرك. عساك طيب. طيب الله يبقيك ويطول عمرك. اسلم. وفيه رياضه ما هو برياضه يعني، نوع شيء ثاني اللي هو الجمال. ايه ناس تخسر فيه وناس تنتج منه وناس تشارك فيه تاخذ مراكز، هذا هو الطرف الوحيد. طيب الشباب يوم جو يوم الحمره يقول لهم ثارة. ايه ابو عبد المجيد. ايه ابو عبد المجيد. ابو عبد المجيد متحلف اليوم في الربع من ناحيه اسئله. وش السؤال اللي قاله ابو عبد المجيد؟ ابو منيف. الله يعينك. الله يخليك. وشنو الشريف السؤال؟ هذه خصوصيه. يقول كلها خصوصيه، خليها تنتهي من بعيد. يقول بكيفك، انا بعطيك السؤال وانت بكيفك تجاوب. والله بعض احيانا. يقول ايش اغلى خيل املكه فارس مني؟ باروده. باروده. الله الله. وش ميزه باروده؟ جمال. كجمال بس. فرس حلوه طيبه. محققه جمال بعد، محققه الثاني، محققه الثالث. ما شاء الله، يعني لها مراكز. نعم لكن مراكزها قبل املكها. انا شاري منها بانتج منها. الله يرزقنا جميعا. يا سلام. ابو سفر، شيء بتضيفه، شيء بتقوله، اعطونا الشيء اللي عندكم.
واذا الربع بعد عندهم يصير والله يا اخوك ترى الخيل موضوعه ترى كبير يضيع علي انا اني اسولف فيها اللي بخاطر السؤال بخاطر شيء احنا انا بسالك كم سؤال بعلمكم البيوت اسلم انا تحديت عيفان قبل في البيوت الرجاليه غير الخيل ما نخاف على عيفان عطوه عشان تكره وانا اقول لك بتفتك سم يا ابو لا ارتكز على جرمك والسيوف الهبريك طيب سلام والسماء من دونها الغيم والارض احدبه سربة يوم اللقى ما يهدلها الزريق ينزلون لساحة الحرب كانها الملعبة يا سلام الجموع اثنين هذا فريق وذا فريق يقدم اللي صب فنجال خصمه وشربه اصوك يغيب ذهنه على الرمي ويفيق فارس اللي مشوع الخيل عنده تجربة يا سلام والله وجهك صح الله لسانك والثانية يوم تقول على الخيل قبل شوي الخيل مذكورة في القرآن في نواصيها الخير في نواصيها الخير والثانية اللي سوالي بسلك أبي فنتاجها تتعب مثل البل ولا قصدك زين يعني إيه والله متعب شوف انا الان لنا الان في الواو قبل كنا شعبي لكن لنا الان في الواو يمكن 5-6 سنوات اقدر اشارك انا عندي انتاج واقدر اشارك والله اخوك لكن مشاركتي تعتبر صح من انتاجي لكني انا ابغى مشاركه تسوى والحمد لله السنه هذه ان شاء الله إن عندنا انتاج وان شاء الله اذا الله اعطانا الله يبارك لك ولا هي متعبه لانك تاخذ دم من اخوك انت عندك فرس منتجه تدور الفحل وتتعب بعدها تدفع فلوس على شبوة الحصان تدفع عليه فلوس والناس والله تخسر والله يعوض وهي فيها خير الحمد لله الله يبارك لكم الله يبارك لكم اللهم امين الشباب حد عنده استفسار عنده شيء والله بننتقل لاذان صلاه المغرب وبنعود نعود من الاذان والاسئله عندنا واجد في الخير مره عندك عيفان انا ما عاد اقدر اقول شيء عقب الابيات اللي ما عاد اقدر اقول بيض الله وجهك راح سلطان خلاص اوكي احسب انه ما راح طيب بنسحب على التاج بعد الاذان باذن الله سكريبت 71 باسم المتسابق 200 نقطه صح انه هو راحي ما شاء الله ونص انت زعجتوني وكل شوي جايبين يد واحد يقول مره على سيف سيف ما شاء الله تبارك الله سيف ما شاء الله تبارك الله شو لا باقي انا البث بينتقل على المسجد الحين انت بيبوني فانتبه عنده علوم هاي يا شباب البث انتقل ولا داوة توهيم بس لا ما بعد هذا موجود اوكي يلا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
مرحبا ومسهلا، نسحب من التاج يا الربع يلا على المتسابقين الموجودين اضافة على الغايب. الغايب ماله؟ الغايب لا. طيب الرجال راح يذن لا لا سلطان اي اشوى اهم شيء سلطان ما عليه وانا مصري يا يا ولد المدن انت ومدن يا دوب انت معلق اي والله بس من اول واحد انا عرفت انا عرفت انا عرفت لا والله ما عرفت النتيجه ما هو ما هو بضابط وين يجي الرجل عاد هذا تبركه الريدي خليه يجي سلطان يجي عجل علينا يا سلطان ما له ضيوف لهم 200 نقطه بيعطوا صح ولا الربع الربع اليوم لهم لهم لا ما نمعطي في ذي ما نمعطي في ذي ما نمعطي لا في ذي ما نمعطي وش هلا والله صادق ابويا رجال اليوم زبط اليوم اوتسايد الا بسال الربع اليوم اوتسايد البراي ايه خبرون البرايم الرابع اللي يطلع واحد اللي يطلع واحد هذا اليوم من الاوتسايد متى اليوم شوي الليل يوم الساعتين الفجر اللي عليه خطر ما نوبس انا على عاد صاحي من صباح الله ما عليك خطر بعد صباح الله جمع نقاط عشان كذا ما رقدت جاك رزقك مع صباح الله خير اعطوني اعطوني الاسماء اللي تتوقعون هنا ولا اللي والله انا الربع ما انتم متابعين لا اكذب عليك والله اذا قلت انا متابع طيب من الربع اللي موجودين هنا من اللي تتوقعونهم اوتسايد انا نبي نشوف انت صاحي من الصبح ما حد متوقع انها انت لا والله ارزاق مقسمت الصبح الرجال صاحي من الصبح اي خلاص والامور بفكك الله يا عزوز بفكك الله ها ما نتوقع يا والله يا اخوك اني ما نبي متابع اكذب لو نتابع اوتسايد تبين على وجهه وجهه اللي مدخر مبوجه اوتسايد الشيء الطيب ان كانت ما اوتسايد رسمي الرسمي 50 نقطه نعم عادل هيك انت بكره اللي قال لنا هذا قاعد جمعت الصباح كله راح راحت ميوت ذنبك على جنب راحت اي ما له شغله خل عيال ها يا اخي انسى النقط كلها سلطان رسمي طيب يا الربع التاج معلق وتوه قاعد يفتح بننتظر على ما تنزل التغريدات ان شاء الله تروح ادعي عارف زميلي خلينا نشتغل تاج لنجي قاسم مع لنجي تعال جا سلطان اسمع راح اي والله يا الربع بس بالله ايش رايكم انتم شفتوني على قديه وانا محول على خيل انا باري الربع بس ما توقعت انا الصراحه ما توقعت انها لا لا ما توقعت الطق انا كنت راكب تراب الثوب ايه عشان كذا انا قلت ايه بغير صح انا وقفت فوق شفت واحد بس غبرته انت اللي شال الرمح انا الله الله بس وصلت 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 جايكم محول مع القديه ترى قال له ها هو طلع معي شاف فوق ايه شاف من فوق انا صوتت وقلت تعال تعال وجاء هو شاف ايه شفته من فوق وعقب شفناك على طويق قريب يوم شرفت على طويق الله ما شاء الله تبارك هو كان فوق قال انا والرمح وتعرف نزل اعطيت بيتين وعقب ايوه من بدري ترى جاي القرطاس والقلم القرطاس والقلم يا مرحبا والله اني الله يطول بعمرك يسلمك عبد العزيز الاسلمي سؤال والله الله من يوم شفت قلت هلا من يوم شفتني حاط يدي الله اللي دار بيض الله وجهك يا سيف افضل قرار اتخذته هالقناه ان سيف الهاجري صار معد في القناه يستاهل 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 السؤال يا عبد العزيز هل الخامسه تقترب ولا لا؟ والله اذا اعطاني نقاط الرجال ما تقترب افتح الفرصه بس اذا ما اعطاني تقترب جدا والله نعم الربع هنا هنا خلاص اجل لا تعطيه لانه بياخذ يبغى الخامسه يتحدى على الخامسه تحدى الحين نعطيهم الحين ولا نعطيهم قدامنا نمشي قدام تمشي الامور يا عسر انت ايش تبغى بس والله ابعد حي هالوجه كل شيء كل شيء يعني دليت اسمع يا عبد العزيز عندك عند الربع كله ما تدري ما اخذ سوبرات ركان حبيبي سوبرات في شيء مسجل انت راح انت طيب معلق الهاشتاج علق موبات طيب بسم الله والله ان التاج معلق لا يمكن تحميل المنشورات حاليا فنخليها بعد الصلاه توكل على الله يا الربع اللي بياكل الخيل واللي تمدد عادي تمدد صلاه المغرب قبل الصلاه تمدد تبغض كذا عادي طيب ودكم ودكم الركوب الحين ولا عقب الصلاه وشو ودكم الركوب الحين ولا عقب الصلاه والله شوف انا بالنسبه لي الركوب سات ودك شغلنا عقب الصلاه خلاص اجل نخلي الركوب عقب الصلاه اوكي انا بروح اسلم على سيف مره خلينا شغلنا خلينا نصلي حنا ايه مشينا مشينا يلا
لا إله إلا الله استبتدلوا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والليل إذا يغشاها والنهار إذا جلاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذب الثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالموقرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. الله أكبر. سبحان الله العظيم. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليك يا نبي ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. يلا يا الربع تبون تشكروني من يبي تصاميم سم. لا انا بركب روح يا مال الشحم يلا مصورك جحدوها اصبر خله عشان لان يجون الشباب عشان يشرحون وكل شيء لا بركب بدون شرح لك بالذا انت المسؤول عن الشيء ذا انا المسؤول شخصيا يلا راح يا ابو منصور راح دوري يلا انا فرحت سويت ذان هلون ايه دوري معناته هي مستاحش المكان مستغرب من الابواب يعني شيء جديد صحيح يلا والله اني صاد والله حسب انا لا انا فرحت طيب وش انتبه خالد قاعد تفكر بالتصميم ما ادري والله لا تمشي قدامها ليه تمشي قدام تسوي لا سويت ذان قدام يعني معناته تاخذ عزوز ايش تي اخر بس لا تدور علينا اقسم بالله توفنا هف جاكم ابو مناحي جاكم ابو مناحي ويلهم يا ابو مناحي امسك ابو مناحي شلون تعصب شوف ركز لا رجعت ذا مره تقول هلون تقول هلون تعصب كيف تقول
تقول هلو. تقول هلو. ربما جبنا العيد في شيء. مرحبا. طيب ما شفنا شيء. انا ادري مسكتي غلط. انا كاميرتي واحده يا سيف. السلام عليكم. السلام. ابو مناحي قرب بالله. السلام ابو مناحي. سنوره. وين اقربها؟ اقرب اقرب تعال هدي. هم راح يجيك اعرف اللحظه. لا 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 الحركه هذه تخوفه ايش بك؟ ابو مناحي بتاكل. خلا 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 الامور. كذا كذا يا خالد كذا. الامور السيطرة تحت الامور. والله انا خايف. السيطرة تحت الامور. طيب الكاميرا هذه يا سيف. طيب يا شباب تعالوا هنا بس. سيف ظبط لي انا فارس. نبغى الربع. ابو منيف ابو سافر واحد منكم نبى رجال يركب ونشرح عليه بالتكتيك نبي نشرح طريقه الركوب دور نشرح طريقه الركوب وش كيف تبي توقف وكيف تبي إيه؟ فهمت علي ابو مركوب ولا شيء كيف تركب زي كذا اشرح اشرح من جديد آه. عطنا بس شرح شرح اسرع اشرح اقرب من هنا يا ابو سافر تعال تعال هنا تعال لا لا تمام تمام صح تعال طريقتك صح طريقتك اول شيء خليها يشرح بس ابو منصور يعني هذا شرح الحين بيشرح ما عليك ما عليك تعال تعال هنا يا ابو يا خواف يا نواف اسلم اسلم تعال جايك الدور عطنا بس شرح ما شاء الله طريقة الركوب الاساسية يعني انا بعطيك اساسية عطني الاساسية حلو اساسيات حلو قبل كل شيء ادوات السلامة نكون عارفين احنا عاد هنا ما وفرنا المفروض انه والله وفرنا احنا غلطان تمام لكن الاساسيه انك توفر ادوات السلامه اللي يخوذه فيه الواقي هذه تراها بعد الله سبحانه اتحمك زي انا يوم قلت قبل طحت انكسرت يدي الحمد لله انها على اليد لكن لو انها على راس ولا على ذا كان مشكله فهمت المقصد؟ هذه هي نقطه ثاني نقطه تطبقون ولا طبق انا؟ لا ناخذ التطبيق اول شيء لا لا لازم اشرح عليها كذا اعطنا بس اساسيه حط الكاميرا بس على ابو نرجع شوي ولا؟ لا خلو خلو خلنا زين اللي هي التقفيلة هذه قبل لا تركب قبل لا شيء تقفل حلو؟ حلو تقفل وتخلي أكثر شيء القفل اليمين هذا تسكر أكثر شيء يمين عشان الراس يروح هناك شوي حلو؟ بعدها تسند هنا مسنادك على هذا بعضهم يمسك في السج لا مسنادك هنا مسنادك هنا إيه الرجل تطلع برجلك اليسار إيه على ذي مقدمة الرجل بس إيه مقدمة الرجل أكيد أنت لو دخلت رجلك كاملة الله اللي قدر طحت ولا حاجه مسكتك هذه الركبه تمسك صح قفل على رجلك صح لكن اذا كان الطرف يمديك تسحبها يمديك لو مرت ترى تطلع على طول دايركت حلو ولا جلس فوق اركب يلا يلا ابو منصور بس ما قلنا سلام يا قفل وشي قفل سلام إيه؟ انا فرنسا يلا نوف لا ما شاء الله اجمعوا كل واحد واحد تعال خالد تعال اي والله حطيتك اليسار هنا لا اقلبها اقلب يدك هذه كذا حلو هذيك بعد فك دي فك 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 ها جمع جمع يدين كله جمع في يد واحدة عفان عفان ايه وسندوا عليه الرجال عندك حلو انطرني يا سلام يا سلام يا ابو منصور يا سلام عليك وقف دقيقة 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 خيار دحين يدك ترى ضعيفة كذا هذا ضعيف ابغاك تقلبها القلب اللي انا علمتك فيه بس لا لا الدرهم عشان ما تجيب فيها احنا تعودنا احنا ترى من بديهيه الواحد يمسك كذا ترى اي بس هي الاصل كذا لان هذه اقوى كذا خلوه ترى الصوت فهمت قصدي؟ احنا ترى شيء طبيعي انك تمسكها كذا عادي بس انا اقصد كذا اقلب يدك اقلب يدي؟ إيه لا 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 ما تقلبها بالعنان نفسه فك واقلب يدك تعال جاي قرب عندي تعال اقرب اقرب عند إيه. ترى كذا طريقتك صحيحه بس انا اعطيك الافضليه هي الافضل يعني الافضليه اللي احنا نعلم عليها فهمت قصدي؟ لان يدك ترى كذا اضعف كذا انا داعي شوي لو تسايد زي كذا لا لا يا ابو منصور تركب سلطان يا سلام عليك كذا يجي السير يدخل كذا ما هو تلف على يدك كذا عز اي والله تجي يا ولد ما انت بسيط يا ولد انت كفرت من التاج الحين 5 مليون حلوه معلق انا عاد تقول المسكه كيف زينه هذه 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 زينه اسحب الثنتين وقفه ايوه انا عشان لا ترفع يدك لا ترتفع فوق هذه اركب بشكل عام بالله اركب وطبقها انا مش اركب يلا ايه اركب اركب شوف اركب انا ترى نزل يدك تحت اجي توقفها نزل يدك تحت واسحبها اسحب الاثنين اجمعها في واحده زي اول ما بديت تركب بس كذا لد لد يمي تعال يمي تعال اجمع الاثنين في اليسار لا ما امسك ها امسك انت انت امسك اللي انا قلت لك فك دي فكها فكها كذا ها سند اخوك عليها وانزل اسعد يا ابن عز الزين طلع عشان اكرف يدك
والله العزيز لا وخر انا فارس يا ولد قبل كم يوم بس نار يا ولد اركب ركوب عزوز راح راح طيب لا لا مشوف ابو سافر بتطبق اي بطبق انا مشوف اخر شيء خالد الحين بنشوف تطبيق ابو سافر شوف الاغنيه خالد ابو عليك ها سلام ركزوا يا الربع مع ابو سافر حلو ترى معاذ بنشرح واللي في خاطره يبي يتدرب ترى عندنا بعد تدريب بس عندهم تدريب نعرض الفيديو يا الربع ربط دجله دجنه دجنه المعدن بالنون ها ايه دجنه مربط دجنه نعرض فيديو في الشاشه اتوقع سيف نعرض ولا طيب خلاص بعد التطبيق بعد التطبيق عرض الفيديو يلا بعد معلش المشاهدين اتجه يا رجال الوضع شكله ما شاف اول حلقه لي نبدا زي كذا يا ابو منير نقفل اجمع الاثنين واسند بيدي هنا حلو حلو خلاص احط بدايه رجلي ما احطها كامله لان لو حطيتها كامله خلاص تنشب ترى لو طحت تصير مقلوبه قد حصلت حطيت رجلي وحولت بقيت رجلي شوف على طول يدك ما ترفعها فوق يدك تحت افضل اي افضل اي لو رفعت يدي صارت عانه ترفع راسها هي عان حتى لو توقف خلاص تعانه ترفع راسها فهمت كيف؟ لا لا دي ما تغزل لا لا مهم درب على الشيء عرفت كيف؟ شوف شوف استقامه الظهر بعضهم يركب كذا هذه خطا ايه هذه خطا رجوع ورا خطا انت تجلس بالجلسه اللي تحس انك مريح فيها هي ترى الصح زي كذا مريح حلو فهمت كيف؟ شوف انا تراني قالب العنان شوف العنان كيف يصير هذا خطا برضه لا ما هو خطا عادي ايه هذا شوف هي كلها صح حتى اللي قبل شوي هو راكبها صح حلو. بس انا اعطيك الافضليه الافضليه ايه الافضليه اللي احنا نمشي عليها لانك انت اذا مشيت على اساس صح الباقي عندك سهل كل عرفت كيف؟ اما الباقي يمين يسار هذه طيب بتوقف طريقه كيف انت بتوقف الحين وقف وش تسوي؟ سحبت الاثنين بس الاثنين ذي اسحبها على ورا بس سحب الاثنين متساويه توقف تبي تمشي؟ امشي تبي تلف يمين تسحب على طول زي كذا تلف يسار يسار حلو ابى اوقف كذا تسحب اسحب الاثنين اسحب الاثنين اي بخفيفه اكيد لان لو سحبت قويه يمكن يجي عند رده فعل ولا ما تختلف لكن شوي شوي هي متعوده على الوضع هذا لو سحبت بقوه بيرتفع معك الخيل يختلف بعضهم شنع بعضهم اصلا تضايق الخيل او تكع وانت طالع بها يختلف جاني سؤال لك من الاعداد يا ابو سافر اسلم يقولون اسال ابو سافر عن طيحته اي واحده ابو عبد المجيد عاد يقول واجد انا طحت شفنا علي كامل فتره يعني ما طيح لا يقول بتربه طيحت هي اللي طيحت الكسر طيحت الكسر ايه هذه بدايه غشيم كان سببها ايش بدايه غشيم غشامه 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 والله غشامه انت الحين بتخليني انا غشيم ما عليك هي بسيطه الدعوه طيب هاي الربع فيكم احد يركب ترى المكان يعني لا يقول بدايه غشامه رجال معكم فاهم الشغله لا لا الامور بسيطه هذا هذا مدندن يا ولد ما عنده هذا ما عنده يا ولد ابراهيم بكره كذا اي ما له داعي بكره السيت ما تحكي زين حاول بيض الله وجهك يا ابو منصور ما عاد لا احتاج لك احد يقول كذا ولك يا سلام يلا بيركب احد عقب عز طيب يا الربع قريبين منه بس شوي عشان ايش فيك يا ابراهيم ايش فيك هي بس لا تحت تحت انا فهمت الخطه كامله الحين اذكر لك بس ترى المكان يعني لو انه مهيئ صح ولا كان انا مبطل تارك ال ال شيك خاي سلام يا ولد احنا بس لا انت الحماس الزايد انك جربت الوضع شكرا الله هذا الحين شوف كان مسكته صح مسكته صحيح الحين تمام شغلك كذا ثقه فعليك مره احنا بغيت اقول كل هي هنا قول هي هنا هنا اي معليش اي معليش حسبك تخاف بسم الله عليه اي لا تزلك صح ولا اي تزلك تزلك والله اي انا لو في قبل كان في بدوك صح والله يلا يلا سلام بس 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 خالد عليكم طريق طريقة الركوب الصحيحة بس بس خالد خالد ما لنا داعي هذول يكلمونا اهل الدواد لا لا ما لك طريقة الركوب الصحيحة بعلمك لا لا اركب عادي لا الحالة الحالة لا اقرب يا عبد العزيز تعال خلاص ما لك بينزل بينزل من عندكم مستمر بس عشان اقرب عشان الشباب بعد بس بس بس
لا ايوه خلك خلك بلازوز ترى طبع الفرس كذا اوكي كويسه نزول لا نزول ترى عادي انا ادري ادري دج كيف جبت لي لا ما طريقه الركوب الصحيحه طريقه الركوب الصحيحه عشان الكاميرات هاي دج ما عليك تعلم الدج وين دجنا جرح ما يبدي ها هذه لا لا فك ذي فك 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 كله فك فك كله كله نزل فك 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 لا تجره جره تسحبها هي اثبت ثبت يدك هنا ثبت يدك هنا اي هرب يا سلام ايوه عزوز ايوه فكها ابها كذا ثاني نفسها كيف فك ذي بعد ايوه زي كذا اسلم ثم امشي تبيها تمشي كيف تمشي امشي امهلها لا تجر انت الحين ترفع يدك انت ما تدري نزل يدك ارخلها شوي اعطي الصوت وجه يمين يسار تلفنا ايوه هاشتاق موقف لك كم صريح كيف ارخي ديك ارخي دينك ارخي دينك لا بروح يمين بروح يمين شرايك ابو سوي اكتفي القصيدة يلا ها سيف سيف الوصيك الكاميرا ذي سيف هوا اختر اختر الاغاني حقت التصاميم انا فرس لا افك لا ارحب ابجيك ابجيك يلا ها شباب بيض الله وجيهكم ها كيف الامور لو الامور تتبت عزلني خيار إيه بس قاعد قرب قرب يدينك الخيل والبيداء وتعرفني قرب قرب يدك قدمها مع ذا أوي والله نزلت لا لا ترفع لا ترفع خلي كذا مسك قدام هنا يمني يمسك قدام أيوه نفس الحركة نفس المسك اللي قفل بعد يا رب الملح قلبه عفان أبو مناحي أنت خلصت قفلت 5 مليون أجيت آه ما شاء الله عليه من الصبح صاحي و... لا ما بسحبها يا مسلم قوم 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 سيف حط الكاميرا ذي ها سيف حط الكاميرا ذي قدام سيدي سيدي ذي يا سلام يا سلام يا سيف ايوه ايوه قرب قرب سيف قرب هنا لا لا طال طال خالد لا طال طال قومي امشي يلا يلا ها لفيت يسار او كسين وقفت ها ما عليك ما عليك رد يسار رد يسار رد ايه انت ربعت قبل شيء ماسك قريب عاد انا اتسالف مع بعض الناس قلت انا خيار الحين شافوني قال والله ما عندي سالفه يا ويلي ويلي تكفي يا عفان والله نسى نص ما عليك انزحي خلاص ايوه يا سلام شوف هذا خلاص انت خلاص قفلت التارجت خلاص زدت ابو مناحي ابو مناحي لا ما عليك امورك زياده يا سلام درس يا بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم انا قايل لكم تك تك معنا تك ايوه بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم شوف مضايق والله انا مضايقني لا بس 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 ثقة اي امورك زيانة اي اتجه ها سم بسم الله يا ابو مناح سلام ما فيها شيء ريح ريح شوي 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 زم المنفوخ زم من حيث السلامة تكفى ابو مناح شوي شوي ترى طحتك مو خفيفة يا ولد والله انا مصيبة يا ولد ما بيكسر ظهرها يا اخو تنزل اجمع اجمع زي قبل شوي تك زي قبل شوي سنت بالله على طول طلع طرف رجلك لا لا ايه قبل شوي بيض الله وجهك يا ابو مناحي الو شو صالحكم قفلت التارجت انت مخلص الغوا اعماركم نبي مايك جديد ليه انكسر ابشر والله بالعوض اعرض المقطع اعرض المقطع يلا يلا عرض المقطع
الكاميرا واشرح عن المربط. تكلم يلا يلا تفضل. الكاميرا علينا. يلا تفضل تفضل يا ابو سام. عندنا يا ابو منير والمشاهدين، عندنا مربط دجنة، عندنا تدريب. دقيقة يا ربع شوي. عندنا تدريب وعندنا ايواء، ايواء للافراس وللخيل الركوب، وان شاء الله ان نكون قد الثقة باذن الله. بيض الله وجهك. من ناحية تعليف، من ناحية امور اللي يسألونها اهل الخيل هذه ما لهم هم مرة. بيض الله مرة وجهك. بيض الله وجهكم مربط دجنة. اللهم امين. في عاد رقم تواصل، تواصلوا معنا موجودة في البيانات على الشاشة. بيض الله وجيهم. اللهم عجيال بس عجيال الربع اللي بيركب خلاص انت اي بكيفهم عاد. ها عجيال روح راح يا رجال ما عليك اتوجه. راح يا رجال ما عليك. ها دي دي طم بعد هذا يا ابو شيخ. يلا عجيال انت فارس الليل. هالليله فارس الليل. والله ما له لا لا طن طن امسك كذا. اي يا مالش روح. لا طلعت فارس. ما انت بصير فك كذا فك فك انت ابرك من العود اللي كان معنا. اقلب الثاني زي ترى هنا تبي هناك يرخي دينك تحت بس يمين يسار ووقف. اي حصاني كان دلال المنايا. يا سلام الله. هذا داري. يلا تصميمين بسرعه مره ثانيه عيدها. حصاني كان دلال المنايا. يا رب واحد يكمل لي. عمرو منير والله فيك. والله فيك يا ابو منير. والله فيك. تعال تعال والله فيك. انا وين ذيك هناك تصميم زين. يلا يلا تصميم بسرعه. هذا 10 12 تصميم. لا لا باقي البر هذه حق التاكيد. عامر دور كان. ها انا مبطل الشغله. لا مبطل انا. ابو منير لا انا عرفت اللياقه الحين تعمل. انا جاي من الرياض. اي عز الله انا جايكم من. وقال لنا قبل شوي انا جاي من الرياض يا رب. إيه؟ وين اقعد؟ لا ما خلاص خلاص ابو احد بيركب ولا اروح. بعد مره ثانيه تبغى تصميم بعد؟ بس خالد ابي خالد ابيك تغني مره الكاميرات كلها مبعيد. اني قبل شوي ما مشتها. ما ترفع الخيل ذي. سلام خليها ترفع. يبي يثبت التصاميم. ايه بيضبطها. ها ها مضبوط. خالد خالد غني يا خالد غن. والله ان عن قبيله قبيله وهي غايقين والله ان لا ترقص يا غبي مش هيضبط التصوير. يلا تعال بس يا ابو منصور ابشر بنختم كاميرا ذيك. ابو منيف بعد اذنك يا ابو منيف. هذه يلا سيده سيده اقرب ابو منصور وزاله اجحدها يعني هو نبي الحين مره واحده نسحب النقاط. رب التاج بس بنزلك بنزلك. طيب قول لا اله الا الله. التاج لبيه. ايه اوكي بس التاج يا الربع معلق من بدايه الحلقه ما ادري معلق عندي ولا من قرعه. طيب تجي باذن الله بنعطي الربع كل ابوهم. كم اول شيء بنبدا من عند ابو شادي. عطنا 200 نقطه فارس. لا لا انا جبت من يمين. انت كذا من يمين. لا 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 مره انا ما ابغى شيء لبعدك. ترى عادي يكررون الشرط يعلمون بالعاليه. لا تمشي احنا ودنا عشان الكل يستفيد. بس الشارع تعال اقرب المنصور شوي. يلا عندك. لكن قبل ما اعطي الشخص نبى الثلاثه بيوت اللي قلتها قبل شوي على خشب. عليه اقرب يا عيال اقرب اقرب. قبلها بيتين عندي بيتين قديم تفقوم اقوله الله الله اقوله البقوم اللي على العايل عقوبه فعلهم في عاليه نجد ماريه مثل ميقاف العوارض بمشروبه وقفوا للترك حمايه الهيه. يا سلام عليك. ثانيه اقول الله الله لارتكز على جرمك والسيوف لها بريق والسماء من دونها الغيم والارض احدبه سربت يوم اللقى ما يهدلها الزريق ينزلون ساحه الحرب كانها الملعب هالجموع اثنين هذا فريق
وذا فريق يقدم اللي يصب فنجال خصمه واشربها سوكن يغيب ذهنه على الرمي ويفيق فارس المشوع على الخيل عنده تجربه. يا سلام الله يسعدك الله يبارك فيك تعال ولديك الجنه ولديك ولدي سامي يستاهل الرجال يستاهل الله يبيض وجهك يا حبيبي لا طال عمرك سدني فيه الرجل انا ابياه والله تستاهل من اخوك عند الشيخ ما فيها هو قبيل يقول اثنين يقدرون يعطونها السماء ما له تستاهل اشرب الخير عبد العزيز الاسلمي 200 ابو منصور 200 خالد 200 عجيان 200 محمد مناحي 200 استاهلوا الى هنا مشاهدينا الكرام نصل الى ختام فقره جمعتنا يوم الجمعه بيض الله وجههم ووجهكم ابو سافر ابو منيف بيض الله وجهكم ولا وجهك وانا اخوك الله يوفقنا وياك ما قصرت ودقيت عليهم ولا قصروا حصل ما حصل بيض الله وجهك الله يخرجنا منك بس من اليوم تحل ولا انت وعبد المجيد ما ننساه بيض الله وجهه الله يوفق شكرا لمشاهدتكم مشاهدينا الكرام موعدين ان شاء الله الجمعه القادمه باذن الله فقره جمعتنا ودعناكم الله لبيك